ده انا شوقي صاحبتك قريبه منك؟ طبعا طبعا. ايوه، ليه طبعا؟ من واحنا صغيرين قوي يعني، من واحنا في 10 سنين واحنا صحاب تقريبا. والله ان شاء الله. هي معانا دلوقتي على التليفون، كلميها بقى. هاي هاي دندونه. هاي يا دان، ازاي حضرتك؟ ورحمه الله وبركاته. عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. كويسه؟ كله تمام. كلميني بقى عن ندى، ايه اللي بقى اللي بيميز ندى على المستوى يعني على الشخصيه؟ يعني ندى اكتر حاجه انت بتحبيها في شخصيتها ايه؟ يعني هي ندى اكتر حاجه مش بتخاف، يعني دي اكتر حاجه مميزاها ما بيننا. هي بجد ممكن نبقى مثلا ناس كتير قوي متوتره داخله، بس ندى لا، يعني هي بتبقى داخله واثقه من نفسها وعارفه ان هي تقدر تلعب حلو والكلام ده كله، بتحاول ان هي يعني اللي هو تغير المود بتاع الماتش، اللي هو طبعا قبل الماتش بنبقى كلنا ستريس كده، فهي بتحاول ان هي تشغل اغاني، تحاول نهزر، تحاول انت اللي بتفكيهم يعني. انا لازم اصل هم بيناموا وانا مش بحب النوم، فيعني لا انت شكلك يعني ما بعرفش اقعد انا، نفوق ونركز ونال او نهزر ونعمل كده، نقعد نعمل ايه؟ هم اهدى منك يعني؟ ده انا اهدى منك بكتير. لا والله. بس لازم افكهم كده يعني. وهي يعني هي جريئه، انت بتشوفي ان ندى جريئه ما بتخافش. ودانا ايه حاجه فعلا بتميزها يعني. هو احنا ما عندناش حد اللي هو بيخاف، بس كل واحد بينزل برده بيبقى في توتر في الماتش. فهو انا اصلا يعني مركزي دوري ان انا شويه اهديهم، واللي هو لا ما حدش يتوتر يعني، فعشان كده انا بنزل اللي هو حتى قبل الماتش بخش على كل واحده اشوف هي بتعمل ايه. والله بتطمني على لازم اخش اشوف كل واحده بتعمل ايه، على واحده 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 بخش على اوضه كده يعني. بتعملوا ايه قاعدين؟ بتعملوا ايه يعني؟ انت الوحيده اللي بتعملي كده؟ لا كلنا بنقعد نلف على بعض، بس انا بركز قوي، لازم اصحى اشوف كل حد بيعمل ايه يعني. كلمينا على الصوره اللي انت شايفاها دي. دي في نهائي ال 18 خدنا فيها اول، كانت اخر سنه ليا في الناشئين او اللي قبليها تقريبا. دي كانت امتى؟ من سنتين. من سنتين؟ لما كنا بنلعب مع دجله. بتتفرجي يا دانا؟ ايوه. احكي لي طيب ذكرياتك مع الصوره. والله هو كان اخر ماتش، ما كانش اخر ماتش لينا، كان اخر ماتش لينا في القاهره. كانت خلاص المفروض دي اخر سنه يعني، هنلعب القاهره وهنطلع الفيرست تيم بعديها يعني. كان في ماتش بعد كده اللي هي الجمهوريه، فاينل الجمهوريه. بس خلاص يعني دي كانت اخر بطولتين لعبناهم مع ال 18 وبعديها طلعنا مع الفيرست تيم يعني. انا بشكرك جدا جدا يا دان، بس قولي لي برضو انت حلمك ايه؟ ايه اللي نفسك تحققيه برضو مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ طبعا يعني هو كده كده لازم يعني نحقق البطولات اللي احنا داخلينها الفتره اللي جايه، ان شاء الله زي الدوري والكاس اول ان شاء الله، وان شاء الله لو هندخل ونشارك في بطوله افريقيا اللي جايه شهر 4 نحقق المركز الاول يعني زي ما متعودين نعمله مع الفرقه يعني. بس ان شاء الله خير يعني. بس لسه البطوله الافريقيه ديت ما تحدد لهاش تاريخ، بتقلقك بقى الفكره دي ولا لا؟ بتبقي دايما ستاند باي يعني، دايما بستعد، دايما بتمرن، يعلنوا وما يعلنوش انا جاهزه. ما هو احنا دلوقتي احنا بنتمرن كده كده يعني، احنا اوريدي في الاستعدادات بتاعتنا. هي الفكره بس بنبقى مش عارفين نعلي الحمل، نوطي الحمل، البطوله قربت، البطوله ما قربتش. خصوصا ان الفتره بتاعت الكورونا من ساعه ما هي دخلت وهي كل شويه ياجلوا الماتشات، ياجلوا البطولات. فالموضوع بيبقى صعب علينا كلعيبه علشان ما بيبقاش عارفين نتمرن يعني، او مش عارفين نحط الحمل الصح من الاول. بس فهي الفكره ان الاحسن نبقى عارفين من الاول، مثلا شهر 3 عندنا البطوله بتاعت افريقيا، شهر 1 عندنا البطوله العربيه، نلعب مثلا الدوري والكاس. يعني احنا دلوقتي لحد دلوقتي مش عارفين احنا نلعب قبل رمضان او بعد رمضان. انتي داخله مش متفهمه خالص رمضان خالص ابريل. هنلعب ماتشات كمان في رمضان. ليكم ماتشات في رمضان؟ دوري. دوري وكاس لسه يعني. وكاس ولسه كاس. بس انت يعني فكره ان انت يكون التاريخ ده محدد، دي فكره بتريح، بتطمنك نفسيا يعني. هي بتطمن اللعيبه والجهاز الفني، عشان حتى بنبقى عارفين نعرف هنعمل ايه في الجامعات، لو في ناس بتتمرن، في ناس بتشتغل، بيبقى الناس عارفه يعني تظبط الوقت مثلا. صح. في الجامعه او في الشغل او كده، لكن ان هو مره واحده احنا عندنا بطوله كمان اسبوعين، ما مش حاجه طبيعيه يعني. معلش، بتمنى لك التوفيق يا دان.
ميرسي، شكرا. شكرا ليكي حبيبتي.